السلام عليكم أعزائي متابعي قناة ستار تيوب. تعادل ثمين لمنتخبنا الأولمبي مع نظيره القطري. تعادل المنتخب الأولمبي مع نظيره القطري بهدفين لكل منهما على استاد جامعة توماسات في إطار الجولة الأولى للمجموعة الثانية في بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة، وسجل هدفي قطر يوسف عبد الرزاق ويوسف محمد مدافع منتخبنا الوطني خطأ في مرمى، بينما يتحمل مسؤولية الهدف الأول الحارس ويليام غنام بعد تصديه الغير موفق لكرة كان بالإمكان التصدي لها. وسجل لمنتخبنا الوطني اللاعب عبد الرحمن بركات وعلاء الدالي في الدقيقتين 31 و93 لينجح منتخبنا السوري بخطف نقطة ثمينة من هذه المباراة الصعبة مع منتخب قطر. نجح منتخب قطر في التقدم مبكرا بأول دقيقة عن طريق اللاعب يوسف عبد الرزاق بعد كرة عرضية لعبها هاشم علي من الناحية اليمنى، وبعد خطأ فادح من الحارس ويليام غنام استطاع عبد الرزاق لاعب المنتخب القطري من تسجيل الهدف الأول في مرمى منتخبنا ليسيطر الخوف على المنتخب السوري في أول 20 دقيقة من اللقاء. وفي الدقيقة 23 من تسجيل الهدف الثاني عن هجمة قادها همام الأمين من الجهة اليسرى ومرر عرضية ليحاول يوسف محمد مدافع منتخبنا إبعادها، ولكنه قام بإبعادها إلى المرمى. استعاد منتخبنا بعد الهدف الثاني لقطر بعض المعنويات والثقة بالنفس ليعود مجددا بإصرار على العودة باللقاء، ليستطيع وفي الدقيقة 31 عن طريق ضربة حرة مباشرة نفذها اللاعب محمد كامل كوايا من الجهة اليسرى لينقض عليها عبد الرحمن بركات برأسه ليستطيع تسجيل الهدف الأول لمنتخبنا السوري لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة. دخل الفريقان في الشوط الثاني وكانت الأفضلية واضحة لمنتخبنا السوري، ليجري بعدها أيمن الحكيم بعض التبديلات في منتخبنا السوري ليضغط النسور بعدها محاولين تسجيل هدف التعادل، لكن المنتخب القطري استفاد من هجمة مرتدة وسجل هدفا ثالثا لكنه ألغي بداعي التسلل، مما أعطى منتخبنا السوري دفعة معنوية قوية ليتقدم ويهاجم بقوة، مما أربك دفاعات المنتخب القطري ليرتكب محمد البكري خطأ فادحا استغله لاعبنا عبد الرحمن بركات ليمرر تمريرة عرضية إلى علاء الدالي الذي لم يتوانى في إيداعها المرمى مسجلا هدف التعادل الغالي لمنتخبنا السوري في مواجهة قطر. وبهذه النتيجة يحصد منتخبنا الأولمبي أولى نقاطه في هذه البطولة. كل الأمنيات للمنتخب السوري بتلافي هذه الأخطاء التي حصلت اليوم والتركيز على نقاط المباراة القادمة مع منتخب اليابان. دمتم برعاية الله.